طبعا اهلا فيكم اصدقائي اصدقاء قناه جود توينز. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا اصدقائي في الحلقه السابقه تكلمنا عن تثبيت الدومين داخل الاستضافه. حتى لو عندك مليون دومين وحطنا لك في الوصف روابط، تمام، فيك انت تحملها وتستغلها وتشتري استضافه تسمح لك انك تربط كميه دومينات من جوجل او تابعه يعني لنمشب على اساس تربطها في جوجل ادسنس. طيب تمام، هالوقت اصدقائي بدنا نتكلم عن اشي اهم، تمام، هو كيف نضيف المحتوى جوا هذه الدومينات على اساس، تمام، نضمن قبول جوجل ادسنس وفي نفس الوقت صديقي العزيز تكون تمتلك كمية مواقع ضخمة لتهيئ لنظام السي بي سي. طيب زين، لو انا اجيت هنا، تمام، طبعا بدي اجي ادخل على سي بانل للاستضافة، مع السلامة يا عمو، تمام، اجا وحولني على السي بانل. طبعا احنا يا جماعة كلمنا الموز في الحلقة هذه تبع شيب، فعنا شهادة الاس اس ال، تمام، للدومين اللي احنا وبدنا نكمل فيه. ماشي يا عم سيسو، ماشي يا عم التقيل. المهم خلي دخلنا يا سيدي العزيز على الاستضافة ونشوف الليلة وين بدها تكون بالضبط. طيب تمام، هالوقت دخلني على السي بانل مين؟ ماشي يا عم، طبعا منه بدي اجي ادخل على الورد بريس. بامكاني اضغط على هذه الايقونة، تمام، لكن قبل ما اضغط عليها بدي اتأكد. طبعا لو دخلت على كلمة نيم شيب اس اس ال باجي يا جماعة، تمام، وبدي ادخل جواها وبدي اتأكد الموقع اللي انا شرحته هل اتفعلت شهادة الاس اس ال فيه ولا لا. طبعا ملحوظة، لو انت عندك دومين قديم، تمام، وكنت رابطه في وورد بريس وفجأة نقلته على وورد بريس تاني، بحقلك في نيم شيب انك تفعل شهادة الاس اس ال لمدة سنة كاملة جديدة. طبعا لو انا قلت هنا يا جماعة، تمام، بامكاني اشوف اللازم. زين، لو انت ركزتوا معي اصدقائي وين الموقع سيسو، ايو كورا فور. طيب ممتاز، الله يعطيك العافية يا عم. بدي اجي هالوقت وبدي ادخل على الورد بريس، تمام، طبعا بدنا نحاول نفتح الموقع، بنضغط على كلمة وورد بريس من هنا. زين، وبنفتش على الدومين المطلوب انه احنا بدنا نشتغل عليه. زين، طبعا هذا هو الدومين، بدي اضغط كلمة الورد بريس اللي انت شايفها، ومنها يا صديقي العزيز بدي اجي وبدي اضغط على كلمة لوجن، تمام، هيا سيدي العزيز لوجن بالشكل هذا. طبعا لو لاحظتوا فتح معي الورد بريس 100%. طيب ممتاز، خلص سيدي الله يعطيها الف الف عافية. هالوقت زي ما احنا شرحنا هنا احنا خلصنا الليلة تبعت ربط الدومين. هالوقت الليلة الاهم، تمام، وهي المحتوى. بدنا قبول جوجل ادسنس، قبول جوجل ادسنس مهم جدا. ماشي عم سيسو، طبعا في البداية بدي اجي ادخل على البوستس، بدي اتأكد اذا في اي شوائب، مقال، هلو، ابصر شو، بدي اجي وبدي اقول له ترش، يعني احذف لي اياه بشكل نهائي، تمام، يعني بدي اجي واخلص منه. هيك هذا مش مقال اساسا. لو اجيت دخلت على الصفحات، طبعا في عندك صفحة سياسة الخصوصية هنا، فيك يا اما تستغلها يا اما تعمل صفحة جديدة. احنا عندنا بنعمل صفحة جديدة، هذا كله هيتو بدي اشيله. طبعا معلش يا جماعة الحلقة حتطول معنا شوي، لانه غايتنا الاساسية انه انت تملك موقع ووردبريس عليه الاف مؤلفة من المقالات من المحتوى، تمام، على اساس نجيب قبول جوجل ادسنس. ولا تخاف، الموقع حيكون شكله حلو ومميز، تمام، وكمان مصمصم نونة. زين، خليني اجي اقول له ترش من هنا، فرغ لي اياها، تمام. انا هيك خلصت من الصفحات، خلصت من اي بوستات زياده. بدي اجي ادخل على البلوجنز، تمام، من هنا، ومن بدي اتاكد انه الاضافات اللي انا نزلتها كامله موجوده على اساس نستغلها في الشغل تبعنا. ماشي يا عم سيسو، ماشي يا بوسا. طيب في عندي ادس، في عندي اوتوماتيك، تمام، في عندي كمان هادي وهادي وهادي. ماشي يابا، بقدر، بس كمان محتاج كمان اضافه واحده وخلاص. فبدي اجي على اللي هو كلمة ادد نيو، ومنها يا صديقي العزيز بدي اجي هنا وبدي اكتب له بدي يا سيسو يا سيسو يا سيسو السبعات. يعني كتبت له سبعة بالشكل هذا، تمام، اللي هو كونتاكت 7 او كونتاكت فورم 7، هي انستول. زين، اجيت عملت لها عملية تثبيت، وهي كمان تنشيط، وهيك بكون ثبتت الاضافة تبعت صفحة اتصل بنا. ماشي يا سيسو. طيب هلقيتها بدي ابدا اغير شويه في الموقع، اهيئ الموقع تبعي. طبعا لو انا يا جماعه اجيت عملت عرض للموقع تبعي،
تمام؟ حنمشي على نظرية عادل إمام، يا فضيحة أم قلاقل يا حنين كم حناكل. ماشي يا سيسو، ماشي يا بلسان طويل. المهم هذا هو شكل الموقع. هنا كلمة جنة نيوز، قالب جنة يا سيسو مع انكاش لوجو، هذه هي آخرها. ماشي يابا، ولا تزعل يا سيدي. تعال اكتب لي هنا كلمة جوكر، تمام، اكس واي زد، ابحث لي عن الموقع تبع جوكر وادخل لي على كلمة لوجو ويب. لو انت لاحظتوا اصدقائي هذه هي الكلمة، تمام، منها بدي اجي اخذ كلمة كورا فور زي ما انت شايف. زين، يا سيسو يا سيسو، وبدي اجي يا جماعة وبدي اضيفها هان، تمام. طبعا بامكاني انا اعمل اللي بدي اياه. زين، هاي كمان فور هنا. طبعا بامكاني ابدل في الخط، ادلع نفسي كيف ما انا بدي. خليني انزل تحت. والله يا سيسو الشكل بشع جدا. او ماي جاد او ماي جاد، تعال تعال. لا برضو الشكل بشع. انا بدي علامة اتصال، انا بدي علامة الجودة يا سيدي العزيز. ماشي يابا، ايش رايك في هادي؟ لا معفنا يا سيسو. ماشي يا عم تقيل. طيب تمام تمام تمام، اهدى نونا اهدى نونا وما تعصبش. انزل شوية، برضو الشكل الخط مبشع سيسو، صح؟ طب ايش رايك في اللوجو بشكل هذا؟ والله هو حلو، بس الشنطة هذه لايش بالضبط؟ انا نفسي افهم سيسو. اثبت لك على حل سيسو. كلوك، ماشي كلوك كلوك، خلينا نشوف شكلها. والله فخامة هيك، ايش رايكو؟ طيب هاي لوجو اجيت حملته، وهالفيكون كمان اجيت حملته. ماشي يا عم، بدي اجي ادخل على اعدادات قالب جنة، تمام، من هنا ضغطت على كلمة جنة. زين، ودخلني يا سيدي العزيز على الهدف الهدولاك، تمام. اجيت دخلت على القالب تبع جنة، بدي اجي وبدي ابدل امين اهله للوجو هذا، تمام. خلينا نجي ونبدله. طبعا النت عندي انا مش عارف اذا كان غبي او بطيء او 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 او، بس في النهاية بدنا نمشي حالنا فيه اليوم. زين، لو انت لاحظت في عندي كلمة جنرال هنا، سيبك منها، في عندك تحت كلمة لوجو، تمام. لو انت لاحظته هنا يا ابني خلصني. ماشي يا عم ماشي يا عم، والله وصار عندك النت بطيء يا سيسو. يا خسارة يا خسارة الأيام الحلوة يا بسوس. المهم خلينا نضغط على كلمة لوجو بالشكل هذا يا جماعة، تمام. ومن اللوجو بدي أجي وبدي أقول له يا ابن عم الله يهديك ويهديني. خلينا نيجي من ناخذ من عندك اللوجو تبعنا. طبعا هي اللوجو إجيت وضفته، تمام، بس أعمل له إضافة وأعمل لي سيف بالشكل هذا، والله يخلف ومليون يخلف عليك. قول والله يا سيسو خلاص خلص القصة هيك. يا هانم، بس هي كل القصة. تعالي حتسيل الدومين بالشكل هذا. طبعا لو لاحظت اصدقائي شهادة الاس اس ال مفعلة 100%. هنا مدام هذا القفل مقفل عندك بالصلاة على النبي، تمام، معناته الدنيا تمام 100%. ماشي ماشي يا سيسو. المهم انت بدك كمان تتحكم في شغلات تانية. زين، بعد ما ضفنا اللوجو هذا بقدر ادخل على الفوتر، تمام، واغير شوية كلمات هنا لو بدي اعملها. زين، خليني انزل تحت اشوف. سي كوبي رايت 2023 اول ترايت كذا كذا كذا. اذا حابب تضيف رابط الموقع في النهايه تعدل في الكلمه هذه. استنى نتاكد. والله يا عم احنا في 2023 معناته دنيتي تمام. المهم رابط جنة مش موجود، خلاص. حابب تضيف رابط تبعك، نظام كود اللي تضغط عليه حولك على الصفحه الرئيسيه للموقع بتقدر تضيفه. هي خلصين، تمام. ماشي يا سيسو، خليني اجي كمان ادخل على السيتنج، تمام. لو انا اجيت على السيتنج بالشكل هذا، يا سيسو يا سيسو، زي ما انتم شايفين اصدقائي، طبعا هنا اللغه تبعت المدونه و و و، عندك كبش التفاصيل. في عندي يا سيدي العزيز كلمه تحت، تمام، اللي هو برمي لينك على ما اعتقد، ايوه سيتنج. طبعا هنا بقول لك كيف شكل اللينك بدك اياه يبين معك للمقال. طبعا انا بدي اجي بدي اقول له بدي رابط المقال تبعي او الموقع، ومباشرة اسم اللينك او الصفحة تبعت اللينك، عنوان المقال نفسه، تمام، يبين هنا. اما البواقي سيبك منهم، علمني على هذه هي الافضل الك، تمام. وبدي اجي اقول له سيف ناو بالشكل هذا. طيب ممتاز، ماشي يا عم سيسو. طيب ايش في كمان شغلات تانية يا بسوس؟ طبعا بامكانك تفتش لو حابب تضيف يا سيدي العزيز الادس تكست لو عندك كان جوجل ادسنس، تمام. طبعا انا هذا مثبت انا هذه النوعية. زين، هنا عشان تضيف الادس تكست بتدخل لي على جوجل ادسنس، وفي عندك كلمة ادس تكست من هنا بتضيفها، تمام، بتضغط لي ضغطاي عليها وبتنزل لي لتحت وبتعمل عملية اضافة هان.
زين، وبتضغط له على الصح وبتكون ضفته. خليها لحلقة تانية، هيدي بيكون أفضل على أساس أوصل لك السرعة بشكل أفضل وأفهمك ليلة الإعلانات سواء هنا أو سواء في القالب تبع جنة. المهم ماشي يا عم، ماشي يا عم تقيل. خلينا نفتش هنا في الإعدادات، في شغلات تانية مهمة. تمام، لو أنت لاحظت يا أصدقائي، يا أصدقائي يا سيسو. طيب تمام، المهم بعد ما ضبطنا هذه الشغلات يا جماعة، بدنا نيجي يا سيدي العزيز وندخل على اللي هو المظهر تبع القالب. تمام، خلينا ندخل على الكون الكوستمايز هذه. تمام، ومنها يا صديقي العزيز بدي اجي وبدي اضيف مين بالضبط يا سيسو؟ الفيكون. تمام، هيدي اول واحدة بدي اجي هنا واقول له يا سيدي العزيز حمل لي ابلود فايلز، ومنه يا صديقي العزيز بدي اجي وبدي اقول له اديني اللوجو التاني. ماشي يا عم، هنا اجينا وضفناه بالشكل هذا، واجيت عملت عملية سليكت. تمام، وهي يا سيدي العزيز انا قصيته مش مشكلة، المهم اني ضفته. تمام، هي تحديث، لو انا اجيت حدثت المدونة شوية وبينزل معك، طبعا لازم اعمل ببلش من هنا. لو اجيت هالوقت حدثت، تمام الدنيا زبطت هان. لو انت لاحظت هاي الايقونة هذه الحمراء اللي فوق بينت معي 100%. طيب ممتاز، خليني اخلع من هنا شوي. هالوقت بدي اجي وبدي ادخل على الجوكر اكس واي زد، لكن بدي اجي يا جماعة وبدي انشئ اهم شغلة في الشغل هذا كله. لو انت ركزت معي يا صديقي العزيز، في عندي البيج او الصفحات، طبعا الصفحات مهمة جدا لقبول جوجل ادسنس. تمام، فاحنا بدنا نهيئها من البداية، بكون افضل الي والك. تمام هانم، مصحصحة ولا لا؟ يا ابو السوس ماشي حلوة. بدي اجي هنا يا جماعة وبدي اكتب كلمة كونتاكت اس، كونتاكت بالشكل هذا. تمام، اس او كول اس او اللي بدك اياه، يعني لو بدي اجي اكتب كول اس بتطلع برضو حلوة معك. وهنا بدي اجي اضغط ضغطاية، وفي عندك علامة الزائد، اسحب لي هذا بعيد، اضغط عليها. تمام، وين ال HTML؟ HTML لبسوس اي حاجة، كود، هاي كود ولا تزعل. ضغطنا على كود، ومن كود بدي اجي يا سيدي العزيز واقول له لو سمحت بدي HTML كوستوم HTML بالشكل هذا. زين، فهمنا الليلة هذه. طيب ماشي يا عم سيسو، اجينا ودخلنا وطلعنا الكلمة هذه، ايش بدي اسوي هان؟ ولا حاجة، اعمل لي عملية رجوع بعوض الله. تمام، قبل ما نعمل الحركة هذه بدنا ندخل على كونتاكت اس. تمام، ومنها يا جماعة بدي اجي واقول له كوبي، وبدي اجي فوق تاني. تمام، ادخل على الصفحات بعد ما نسخت الكود. تركز معي، انا دخلت على كونتاكت، نسخت الكود اللي في الوجه هذا. طبعا بامكاني انشئ اكواد تانية لو انا بدي، او اشكال تانية، لكن المهم انا حابب هو التلقائي. وبدي اجي اقول له ادد بيج او ادد نيوز. تمام، نيو يعني اضافة جديد. وبدي اجي اكتب كول اس، طبعا هي بقول لي استرجاع الجديد، انا لا بدي استرجع ولا بدي اي حاجة. تمام، وهنا بدي اجي اقول له نظام ال HTML، هيو كوستوم HTML، والصق في الكود اللي انت شايفه واقول له ببلش بالشكل هذا. تمام، ها موافق. زين، تمام، بقول لي هنا فيو لو بدك تعمل عرض للصفحة اذا حابب اسيسو ولا يهمك. طبعا هي عرض للصفحة، خليني اجي وانسخ ربط الصفحة وادخل على جود توينز الجوكر اكس واي زد. تمام، ومنه بدي ادخل على الجنريتور. تمام، بالشكل هذا، وخليني انزل على الصفحات واقول له يا عم هي الصفحة تبعتنا، وبدي انسخ الرابط اللي انت شايفه تبع الصفحة الرئيسية للموقع، اضيفه تاني اشي، وخليني انسخ اسم الموقع واضيفه يا جماعة اول اشي. وهنا بدي اقول له اللغة الانجليزية وتوليد الكود. هنا اجيت نسخت صفحة سياسة الخصوصية، نفس السيستم بالضبط. الله يعطيني العافية من هنا. تمام، خليني اطلع. طبعا انا هنا حدثت، مع السلامة. تمام، هي رجوع بالشكل هذا، وهيك انا انشأت اول صفحة اساسية. خليني انشئ الصفحة الثانية يا جماعة هالوقت. طبعا لا تخافوا، هنقدر ننشئ كل حاجة زين، لكن الفكرة الاساسية انا بدك تمشي على الخطوات صح على اساس الدنيا تكون حلوة معك. هي كوستوم HTML، لصقت الكود. تمام، وبدي اجي فوق، بدي انسخ صديقي العزيز كلمة سياسة الخصوصية، وبدي اضيفها كعنوان. وبدي اجي يا جماعة انسخ رابط صفحة اتصل بنا،
الصفحة الأساسية هذه تبعت اتصل بنا وأنزل تحت آخر الكود. ولو أنت لاحظت في عندي رابط هان لصفحة اتصل بنا نظام بلوجر، طبعا بدي ألصق الجديد عشان ما يطلعش عندي خطأ 404، وأقول له ببلش بالشكل اللي أنت شايفه، وأقول له يعطيك ألف ألف عافية، هي رجوع تاني. تمام، أنا هيك بكون أنشأت الصفحة الثانية. خليني أجي وأنشئ كمان الصفحة الثالثة يا سيدي العزيز. طبعا الصفحة الثالثة سياسة الاستخدام، هين نسخت الكود تبعها. تمام، وبدي أجي أدخل هنا، طبعا هذا خلاص بقدر أقول له يعطيك العافية حاليا، زين الزين سيسو. هنا بدي أجي أقول له نفس السيستم بالضبط، تمام، call us هاي custom html، وبدي أقول له إضافة الكود، وبدي أطلع لفوق يا جماعة في بداية الكود. تمام، انسخ الكلمتين هدول condition كذا كذا كذا، هاي terms او yes of use. زين، وفي عند رابط هنا انا html مش لازمني نهائي، حذفت اهله. تمام، وضفت هذه العنوان تبع الصفحة، وخليني اجي اقول له publish بالشكل اللي انت شايفه، وخلص الله يعطينا الف الف عافية. السلام عليكم يا ولد عمي. تمام، هاي عملية رجوع، وهنا لو اجيت حدثت انا صار عندي ثلاث صفحات. طيب تمام، خليني اعمل كمان صفحة يا جماعة هن اسميها about او we are you، طبعا افضل تكون باسم about. تمام، بالشكل هذا زين، وهنا بتكتب لي الوصف تبع الموقع صديقي العزيز. طبعا انا حاليا ما بديش اكتب وصف لانه لسه مش عارف انا عن ايش بدي اعمل المحتوى. زين، لكن عندنا بنخطط سوا نشوف ايش المحتوى المناسب لقبول جوجل ادسنس. ماشي يا عم سيسو، ماشي يا عم الدقيل. طيب سيسو سيسو سيسو، ممكن اسال سؤال صغير ومصمصم نونا؟ تفضلي يا هانم. وين الصفحات هان؟ ما مش مبينات معي خالص. يا نهار ابيض، يا فضيحه ام جلاجل. ماشي يا عم، ماشي يا عم منك الو، اهم شغله ما تناموش وخلاص عشان ما اعصبش. هلقيت بنضيفهم. طبعا اصدقائي عشان نقدر احنا نضيف الصفحات تبعونا اللي احنا انشأناهم هدول، بدي تيجي يا سيدي العزيز تدخل لي على المظهر، تمام، ومنه على الويدجت. تمام، بدي اجي على هادي. زين، يا سيسو يا سيسو، لو انت لاحظت هاي الاقسام تبعت الموقع، هاي الارشيف، هاي الهادي. تمام، بتقدر تضيف الاقسام، بتقدر تضيف ايش ما بدك هان. زين، او بتقدر حتى في اصناف تانية تضيفهم. انا بدي اجي واضيف الصفحات مثلا هنا، خليني اقول له براوزر اول، بين لي كل حاجة، ومنها فتش لي على كلمة الصفحات او بيج. تمام، هاي بيج ليست، هيني اجيت اضفتها بالشكل هذا، هاي اباوت كول اس بوليسي كذا كذا. طبعا انت بامكانك تخليهم بينه فوق هان لو حابب. تمام، حابب تخليهم هان تحت، حابب في الفوتر، وين ما بدك بتقدر تضيفهم، لكن انا حابب يجوا بالشكل هذا بكون حلو. تمام، بامكاني كمان اضيف اقسام الموقع لو انا حابب اي حاجة. زين، اقول له تحديث بالشكل هذا. لو انا اجيت حدثت المدونة تبعتي يا صديقي العزيز زي ما انت شايف، تمام، هاي اباوت، هاي كول اس فتحت معي 100%، هاي بوليسي كذا كذا فتحت معي الصفحة وما فيش فيها اي نوع من المشاكل، طبعا ما فيش تعليقات مبينة، وهي سياسة الاستخدام زي ما انت شايفة صاحبي. تمام، برضو شغالة معي 100%. طبعا احنا فهمناه حاليا انه احنا انشأنا لوجو للموقع، تمام، انشأنا الصفحات الاساسية بكل سهولة. زين، بدنا نهيئ الموقع للايش؟ قبول جوجل ادسنس. لكن في معضلة مهمة احنا لسه ما اشتغلناش عليها، وهي اللي بتتعلق في المحتوى. انا بدي محتوى يا سيسو، انا عن مين بالضبط اتكلم لو سمحت؟ تمام، اذا انا كنت بدي اتكلم عن اشي معين جوا هذا الموقع يا جماعة، زين، طبعا من الطبيعي انه انا اجي واعمل وصف للمدونة او الموقع تبعي. زين، طبعا ملحوظة عشان بس تكون عندك النقطة هذه، لو انت لاحظت اسم الموقع تبعي ماي كورا فور. تمام، مش معنى كلمة اسم كورا يعني المحتوى او الدومين مرتبط في الكرة او كرة القدم او 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 او. ان شاء الله تعملوا صحة، ان شاء الله تعملوا تقنية، ان شاء الله تعملوا ايش ما بدك تعملوا. في النهاية الاسم، تمام، بدل على اسم موقع، شيء مميز خاص فيك انت، ممكن حتى تعمله باسمك انت. تمام، هذه الشغلة ملهاش علاقة في قبول جوجل ادسنس. كمان اسم الدومين ملهوش علاقة في قبول جوجل ادسنس، بما انه الدومين شغال خلاص، بمعنى
بنتهي ب اكس واي زد، بنتهي ب دوت كوم، بنتهي بايش ما ينتهي، تمام؟ ما دام مقبول في جوجل ادسنس او قبل هذه الصيغه جوجل ادسنس معناته انت في السليم. زين، طيب هل الوصف هذا صح هيك؟ طبعا انا زي ما قلت لك الوصف يعني بنعمل بناء على اللي انت بدك اياه، انت حابب الموقع تبعك عن مين، عن ايش يتكلم بالضبط. طبعا بدي اجي على مترجم جوجل وبدي اكتب كلمه واحده، تمام؟ هتستغربوا منها شوي بس اعمل اللي بقول لك عنه، تمام؟ مش شرط تقلد المحتوى تبعي، لك المحتوى الخاص فيك انت حر فيه. زين، فبدي اجي انا مثلا هنا واكتب كلمه الصحه، تمام؟ هي كلمه هيلز. او بدي اجي اكتب يا سيدي العزيز ايش عشان اكون ادق، اقسام الصحه. طبعا لو انت عملت موقع الاقسام، يعني هيجيت مثلا بدي اجي يا جماعه وانشئ موقع فوق جوجل ادسنس اللي اجيب قبوله في اسرع وقت، موقع عن التقنيه، اقول لك موقع عن الانسان، اكيد من الطبيعي بدي اتكلم عن يعني اعضاء الانسان، عن جسمه، عن اكله، عن شربه، هذه هي التفاصيل، هي نفسها الاقسام تبعت الموقع. الموقع بتكلم عن الانسان بصفه عامه. ما بينفعش اجي اقول لك والله يا ابن عم تعال كيف تخترع فرن الغاز او كيف ابصر شو، تدخل لي شغلات ملهاش علاقه اساسا في الانسان، تمام؟ وتيجي تقول لي والله هذا بتتكلم عن الانسان نفسه، اكيد من الطبيعي لا، بعيد الموضوع عن الموقع اساسا. فمن الطبيعي قبول جوجل ادسنس يكون بعيد. بمعنى هلقيت انا عندي موقع بتكلم عن التقنيه، تصميم المواقع، بنفعش اجي اقول لك والله يا ابن عمي كيف تربح من البيتكوين، ايش دخل البيتكوين في تصميم المواقع، انت عن مين بتتكلم بالضبط، عن الورد بريس وبلوجر وويكس والمنصات زي هذه، ولا عن البيتكوين والعملات الرقميه؟ فانت تدخلش مجال في مجال، حاول المجال تبعك يكون مرتبط اقسامه، تمام؟ يعني تكون مرتبطه بالفعل في المجال على اساس تضمن قبول جوجل ادسنس باسرع وقت ممكن. طب تعال بدي اجي ابحث عن الكلمه هذه، تمام؟ وبدي اجي اشوف ايش الاقسام تبعت اللي هو يا سيدي العزيز ايش الموقع هذا. طبعا انا ما بفهمش انجلش نهائي. ما معنى قسم الصحه؟ ما الخدمات التي تقدمها الاداره الصحيه؟ في عندي اقسام هنا انا ممكن اطلعها. والله يا سيسو انت ونصيبك، بدك تفتش اقسام الصحه في المقاطعات والبلديات. يا نهار ابيض، ما فيش عندي انا اي معلومه هنا مفيده. ماشي يا عم، ماشي يا عم، تعا 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 ادخل لي على كلمة الأخبار هنا، بدك طلع لي اسم قسم بتعلق في الصحة. ها خليني أجي أشطب هادي وأجي أعمل بحث بالشكل هاد، تمام؟ بدك تفتش لي على أقسام، مش عاجبك القسم هذا أو العنوان هذا أو أبصر شو، بتقدر تستبدله وتقول لي يا سيدي العزيز أقسام مثلا بدي أجي أقول له هنا التقنية، تمام؟ طبعا حاول تبحث زي ما قلت لك عن محتوى مميز، المهم ان المحتوى يكون مرتبط. هاي بحث بالشكل هذا، تمام؟ بدي ابحث عن التقنية يا بسوس، معناته بدي احاول افتش عن التقنية، مقال مميز، ابصر شو، المهم طلع لي شوية داتا. زين، اهين دخلت على الاخبار، لا في الاخبار هاديني شغلات مش مفيدة الي. يا سيسو يا سيسو يا سيسو ديبارتمنت، خليني اجي اشغل المترجم بالشكل هذا، تمام؟ تطوير التقنيات وعملية عنصرية لتطوير كذا كذا، الاقسام الفنية والاقسام، ما هي المجالات الثمانية للتكنولوجيا؟ تخيل 8 مجالات للتكنولوجيا. لو اجيت عملت قسم عن البرامج والانظمة المدمجة، انترنت الاشياء، حوسبة الايش؟ الحافة، لاسلكي، ابصر شو، تعال خليني اجي وادخل واعيده انجلش وافتح من اهله للمقال هذا. طبعا انا طلع لي هنا 8 اقسام. زين، للموقع هذا، ماشي يا عم، ممكن لو سمحت اخذ من اهله العنوان هذا، تمام؟ واجي اضيفه هنا، طلع اجيت اضفته هنا كوصف للموقع ككل. يعطيك العافية يا عم، سلام عليكم. طب بعد ما ضفت الوصف ايش اللي بدي اسويه؟ بدي اخذ الـ8 اقسام هدول وبدي اشتغل عليهم تاتا تاتا. زين، خليني اخذ اول اسم بالشكل هذا، تمام؟ تركزوا يا جماعه الموضوع والله العظيم مهم وسهل وحلو كمان. زين، لو انت لاحظت في عندي كلمه بوستس هان، مزبوط؟ انزلي على ثالث وحده اللي هو الاقسام، تمام؟
اجيت هنا عندي اول قسم زي ما انت شايف عملت له ايديت تعديل، تمام، اضيف لبداله الاسم الاول او اسم القسم الاول وانزل لي لتحت واعمل لي ابديت تحديث. هيني ضفت اول قسم، ماشي يا عم. خليني اضغط على الصفحة الرئيسية اللي هو نفسها الثالثة هذه. خليني اخذ القسم الثالث، ايش اسمه؟ اللي هو ثينك، اللي هو ايش اسمه، انترنت الاشياء، هي كوبي، تمام. وبدي اجي واضيفه هنا، زين. وبدي اجي يا صديقي العزيز واقول له قص لهذه الزياده، وهي كوبي وضفتها كمان هنا، وهي يا سيدي العزيز اديت كذا كذا. ماشي يا عم، هات لي القسم الثالث، تمام. طبعا لو انتم لاحظتوا ان المدونه اللي بنشئها مدونه انجليزيه، تمام، لو انتم لاحظتوا، زين. هي اضافه، بدي اجي اقول له اديت كذا كذا كذا، ضاف لي القسم الثالث. ماشي يا عم تقيل. قسم ويرلس، بدينا عاد. طيب ماشي يا عم، هاي قسم ويرلس، بدي اجي واقول له اديت بالشكل هذا. مين ضايل؟ نتورك، تمام، اند اللي هو كوميونيكيشن بروتوكول، بروتوكولات الانترنت والابصر الشو، على فكره عمليات بحث ضخمه عليهم. طبعا ملحوظه، اللي ناوي او بده كميه الترافيك ضخمه من خلال ووردبريس يتكلم عن الشغلات اللي بتتعلق في الفنانين، تمام، نسخ او اعادة ترجمة المقالات اللي بتتعلق في هيك انواع من المحتوى، زين. يعني مثلا تنشئ لي موقع نجوم مصرية مثلا باللغة الالمانية وتسحب محتوى وتستغله، تقدر تجيب قبول جوجل ادسنز بشكل طبيعي. ماشي يا عم، هي القسم السابع زي ما انت شايفه صاحبي، كوبي، بدي اجي وبدي اضيفه كمان بالشكل هذا، وهي هنا بالشكل هذا، وبدي انزل هان وبدي اقول له اضافة. اخر قسم موجود عندي مين هو؟ ماشين ليرنينج كذا كذا كذا. ما تخافش، انا عارف ان الاسماء طويلة حاسسها، لكن عدنا بنصغرها بشكل حلو، تمام. هي اضافة، هي طلع عندي 8 اقسام لمين؟ للموقع نفسه. ممتاز. طيب يابا، كيف الاقسام هذه بدنا نبينها؟ تمام. طبعا لنقدر نبين الاقسام يا جماعه بدي اجي وين بالضبط اسيسو بعد ما عملنا هدول الاقسام. خليني اجي على المظهر ومنه على كوستمايز، تمام، بالشكل هذا. ماشي يا عم تقيل. ومنه بدي اجي على كلمه يا سيدي العزيز منيو او منيوز، القائمه او القوائم، تمام. خليني اضغط لضغطايا هان، بدي اقول له كريت ناو، اديها اي اسم، هيك مش راح تاثر معك. طبعا بدي اياهم يبينوا في اللي هو المين نيف منيو اللي هو هان يعني، تمام. وبدي اجي اقول له نيكست، وبدي اجي اقول له اديد ايتمز، تمام. ضيف لي يا سيدي العزيز الاقسام، اغلق لي ام من اهلها هان الاقسام، تمام. بدي اجي اقول له ضيف لي كل هذول الاقسام. طبعا بامكانك تضيفهم هواي واحده، طبعا في كمان طرق اسهل لضيفهم لو كانوا كتير الاقسام عندك، زين. المهم انه انا بدي اضيفهم بالشكل هذا. طبعا بقدر اضيف اللي بدي اياه، وبقدر اقول له لا لو ما بديش، زين. هيك طلع الشكل معك بشع شويه، فانا الاقسام الطويله بدي اتجنبها. مثلا القسم الاول بدي اقيمه، بقدر اقيمه لو انا بدي، تمام، زين. وبقدر يا سيدي العزيز اخليه في النهايه بتضيف الاقسام اللي بدك اياها، وبتضغط له على كلمه ببلش، زين، على اساس ما تضلكش تعيد وتزيد يا سيدي العزيز، تمام. هذا القسم شيله، هذا كمان القسم شيله، اسم طويل شويه، خليه مبينه معي بشكل احلى. هيك انا ضفت الاقسام اللي بدي اياها. طيب ممتاز، خليني اقول له ببلش. طبعا باقي الاقسام انا بامكاني ابينهم هان زي ما اتفقنا، زي ما ضفنا الصفحات هدول، وهيك هيك هي الاسماء اساسا تبعون الاقسام حيبينوا هان. طبعا حيبينوا لما نضيف محتوى جوا هذه الاقسام، تمام. ماشي عم سيسو. طيب هالوقت كيف بدنا نضيف المحتوى، تمام. خلينا نحدث بالاول هنا، زي ما انتم شايفين اصدقائي بينت الاقسام معي. لو ضغط على هذا القسم حيبين معي القسم اللي بتعلق في مين؟ في انترنت، تمام، اوف ثينكس اللي هو انترنت الاشياء. طيب ممتاز، هالوقت بدي اجي وادخل على الاداه تبعت اعاده صياغه المحتوى، تمام. خليني اجي عليها بالشكل هذا، وخليني اجي يا صديقي العزيز كمان هنا، واجي على الثالثه هذه، وافتح لسان جديد، لسان جديد للاقسام اللي انا انشاتهم. خلص فيك يعني تغلق لي هدول كلهيتهم، مش لازمات حاليا،
تمام، هي اغلاق. وهي قلت بس بدي اركز ما بين هذول. بالاول خلينا انسخ مثلا اسم القسم هذا، ديجيتال ساينل بروسيسنج، معالجة كذا كذا كذا. بدي اجي اقول له نيو كومبين، تمام، بالشكل هذا يا صاحبي، زين. ومنه بدي اجي اضيف اول عنوان الي في اعادة صياغة المحتوى. انا ضفت العنوان الاول، تمام، على اساس اعرف انه هو تابع للقسم الفلاني، زين. طبعا هذا هنا ضفت العنوان، هنا مكتوب لي 60 دقيقة. انا بدي اجي بدي اقول له بدي الدكتين بالعدد، يعني كل الدكتين ننزل لي مقال، ماشي يا عم. وبعد هيك بدي ابدا ابلش اضبط الاعدادات زي الفيد برانر، واضيف الرابط تبعه، اعدل واظبط 100% كل الاعدادات اللي انت شايفها. طيب خليني بس اشرح لك اول وحده والباقي حنبسط لك اياه بشكل اسرع على اساس تستفيد، ماشي يا عم سيسو. طبعا اول شغله يا صديقي العزيز تطلب منك، تمام، بدي تيجي تدخل لي هنا وتعلمني على كلمه فيد، وبعد كلمه فيد هنا مكتوب عندك 2000 كحد اقصى. هنا بامكاني اضيف الرابط هذا وبامكاني ابدا اشتغل عليه، زين. كيف بدي ابدا اشتغل عليه؟ تعال انت هنا عندك كلمة ديجيتال ساينال بروسيسنج، طبعا انا مش مضطر ان انسخها كلها، بامكاني انسخ اول كلمتين، تمام، واجي استبدلهم بدل الكلمة اللي انت شايفها. طبعا حسيب لك انا الرابط هذا في الوصف. لو انت ركزت صديقي العزيز بعد علامة اليساوي ببلش النسخ للعنوان اللي انا بدي اضيفه، وفي عندي كلمة اند هذه اللي عاملها لي زي الات، تمام، او شبيهة منها، زين. وبدي اضيف الرابط بالشكل هذا. لو انتوا لاحظتوا هل في مقالات هان موجودة؟ طبعا في عندي مقال، في عندي 2، في عندي 3، طلع كم مقال موجود عندك هنا، كمية ضخمة. انسخ لي الرابط بالشكل هذا وعيد لي لصقه من اول وجديد هان. ليش؟ لانه انا كلمتين هان لاصق وفي بينهم مسافة، وغلط تكون هذه المسافة موجودة، فبدي اعيد لصقه من اول وجديد عشان يجي بالشكل اللي انت شايفه، تمام، على اساس يشتغل معي 100% صح وبدون اي نوع من المشاكل. طيب ممتاز. هالوقت كمان بدي تنزلي لتحت شوي، هنا تلعبش في اي اعدادات، تمام، انزلي نونا نونا بالهدوة 6 ميتا تاجز اس او از وورد بريس كذا كذا كذا، علمنا عليها صح. سكايب سكايب علمنا عليهم صح بالشكل هذا. ودونت اللي هو سكريبت تاجز، تمام، ما تنسخلش الداتا هذه، النوعية هذه من السكريبتات، اذا كان في سكريبتات جوا المقال، تمام، برضو خلص هيك تمام اللي بتتعلق في التيجز، ماشي يا عم. بعد هيك يا صديقي العزيز اللي بدي تسويه، تمام، بدي تنزل بكل هدوء تحت، شايف لي الداتا هادي؟ انا بدي اياك يا سيدي العزيز بالضبط، شايف لي هادي اخر واحدة، تمام. هنا بقول لك بعد ما يعيد صياغة المقال هل انت حابب يذكر المصدر تبعه؟ طبعا جوجل ادسنس يا صديقي العزيز ما بتمنعش انه انت تنسخ المحتوى او تعيد صياغته بطريقتك الخاصة، لكن بتقول لك جوجل ادسنس لو عدت صياغة محتوى وضفت المصدر انت في السليم، لانه انت هيك ما سرقتش محتوى وما انتهكتش خصوصية احد. فانت خلي لي الرابط الاخير، تمام، اطلع لي لفوق نونا، كل هذه الداتا احذف لي اياها، تمام، وتعال لي هنا، خليني اجي في البداية والصق لي هذا بدله، زين. وهات لي يا سيدي العزيز هدول عشان يكونوا كله جنب بعضه. لو انت لاحظت اصدقائي، تمام، بدي اجي بدي انسخ هادي وبدي اضيفها وين سيسو، هي مضيوفة اساسا هن، لا تنسخ ولا تعيد ولا تزيد، خلاص انا هيك الكود هذا هو اللي بدي اياه. طيب ممتاز. هالوقت انا عندي القسم ايش اسمه بالضبط؟ والله يا سيسو اسمه ديجيتال ساينل بروسيسنج، تمام. تعال نسخت الاسم وبدي اجي استبدله في كلمة في ار، تمام، اند كذا كذا كذا، هين اجيت ولصقته بالشكل هذا. وفي عندي كمان الكلمة هم برضو منسوخة تاني، بدي اسمي اسم القسم الها، تمام، ماشي يا عم. تعالي بعد هيك ادخل لي على الموقع تبع بيكسل، بيكسل، تمام، بيكسل هيك بقول لك يا عم جوجل ما فيش عليه حقوق، هو موقع مجاني فري. فبدي اجي اقول له هنا لو سمحت بدي صورة فخمة للقسم تبعي هذا، لو سمحت، تمام. طبعا الصورة بدي اجي اعدل بس ثواني، تمام، هيا سيدي العزيز بدي صورة لكلمة ديجيتال ساينل، تمام، بس تكون حلوة وموز وفخامة 100%.
انهي سيسو، انهي سيسو، انهي بتختار بالسوس. طبعا انت فيك تختار اللي بدك اياه، زين. المهم تكون صورة لائقة ويعني ما فيش فيها مشاكل وحلوة ومصمصمة نونة. ايش رايك في هذه؟ والله انا بيني وبينك بالسوس شايفها مزة، بدي اجي اقول له نوعا ما متوسطة وداونلود. طبعا الصورة يا صديقي العزيز بامكانك تحملها داخل الاستضافة، او بامكانك تدخل على منصة بلوجر، تمام. هنا بدي اجي على المنصة بالشكل هذا، انا حابب احملها من خلال بلوجر بكون افضل الي، لانه هيك حتكون مدعومة من جوجل نفسها، تمام. فبدي اجي ادخل على قسم الصفحات، هاي بالشكل هذا، دخلت على الصفحات، تمام. وبدي اجي يا جماعة هان، وبدي اجي اقول له لو سمحت بدنا نضيف عندك صورة جوا مسودة. خلينا نيجي ونعملها عملية اضافة، تمام. هي ابلود ناو، هي سيدي العزيز كمان هنا اختيار الملفات، ومنها بدي اجي على الصورة، تمام. اقول له ابلود، بس انا غلطت غلطة كبيرة، تمام. هي كانسل، بدي اجي اعيد الاية من اول وجديد، تمام. وبدي اجي هنا وبدي اجي على الصورة واعيد تسميتها، بعدين اضيفها، تمام. لانه انا محتاج الاسم بعنيني بنسبة عالية عشان الصورة ما تكونش ملخبطة 100%. لو انت لاحظت هاي اي الصورة، تمام، الرابط اللونه احمر هذا اللي عندي جي بي جي اخذته قص بالشكل هذا واجيت دخلت جوا الاستضافة. لو انت ركزت شوية، تركز لي هنا في علامتين تنصيص اس ار سي يساوي، وفي علامتين تنصيص وبينهم بدي الصق الصورة تبعتي. طبعا انا هيك الاعداد صح مليون في المية، تمام يا صاحبي، ماشي يا عم بسوس. بعد هيك يا صديقي العزيز بدي اجي وانزل بكل هدوء. هنا في عندي اوبن اي اي وابصر شو قيمة الصح الموجود هنا، انا ما بديش اياه. كمل نزول يا صاحبي، هنا بقول لك بوستس، طبعا هنا بقول لك اذا حابب تنشر باسم مين بالضبط الكاتب تبعك. هنا بقول لك حابب المقالات اللي بتنتشر تكون مسودة ولا عام ولا خاص ولا بندنج، طبعا انا بدي اخليه مباشرة ينشر، تمام. وهنا في عندي الصور، قصة الصور هذه قصة، تمام، بدي تركز عليها شوي عشان مهمة نونة، ماشي يا معلمي، ماشي يا سيسو. بالنسبة للصور يا جماعة بدي اجي وبدي اضغط على كلمة سترايب كمان صح، سيب لي هذه ما تضغطش عليها نهائي، اللي تحتيها واللي تحتيها واللي تحتيها اضغط عليهم صح، وكمان هذه بزيادة، تمام، وهذه مضغوط عليها هيك هيك صح، لكن اللي فيها كمان صح. لو انت لاحظتوا كيف الشكل بده يطلع معي، تمام، خليك على السيستم هذا. وبدي اجي بعديها يا جماعة بدي انزل شوية، تمام. في عندي هنا الاقسام، طبعا انا ايش القسم اساسا اللي عملته عشان تنزل المقالات فيه، اسمه ديجيتال ساينل بروسيسنج، مظبوط، انا علمت عليه هو عشان انا هو المحتاجه يا جماعة، تمام. وباجي بضل نازل يا جماعة بالشكل هذا. طبعا هنا انت ما تلعبش في اي حاجة، خلي كل اشي موجود. هنا في عندك كلمة بوست فلتر، تمام، طبعا هو انا مش محتاجه كتير، لكن في عندي كلمة سكايب اتجنب بعض الكلمات جوا المقال، بدي اجي اضغط عليها، زين. وبدي اجي يا صديقي العزيز اقول له لصق لهي الكلمات، زي كلمة روسيا، كلمة اوكرانيا، كلمة ابصر شو، انا ما بديش يا جماعة اي خلل في جوجل ادسنس اثناء التقديم له، فانا معني انه هذه الكلمات احذرها من الموقع تبعي بشكل نهائي 100%. وبأضل نازل شوية بالصلاة على النبي، تمام. في عندي اللي هو كلمة سكايب ذا بوست زير كذا كذا كذا، تمام، بدي اجي اقول له صح، وهنا كمان قول له صح. هنا في عندك مكتوب صفر، قديش عدد الاحرف في المقال بدك اياه يكون، يعني في حدود قديش، خلينا نقول له 3300 بكفى قد هيك سيسو. وبعد هيك يا جماعة برضه بدي اجي وبدي انزل شوي لتحت. هنا المترجم، هذه اهم خطوة بدي تعملها، طبعا اجي اضغط على الثانية صح، ترانزليت اللي هو ذا بوست بيفور بوستنج، كيف بدك تترجم البوست قبل النشر للبوست، تمام. طبعا انا بقول له بدي ترانزليت جوجل ترانزليتور. هنا باجي بعلم اللغة اللي بدي اياها، طبعا انا بامكاني مثلا اخذ من اللغة الالمانية، بس وقف، اذا بدك تاخذ من اللغة الالمانية او الفرنسية او الصينية او ايا كان، معناته جوجل نيوز هنا، تمام، بده يكون اللغة تبعته، بده تلعب فيه الأحرف تبعت اللغة وتخليهم بناء على اللغة اللي بدك تبدأها في الترجمة، زين، مهم جدا هدول الكلمتين، تمام. بدي أجي تاني،
طبعا انا بدي اجي اقوله بدي من الانجليش انجليزية، تمام؟ وين انجليش؟ انجليش اسيسو هيها. مثلا 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 يعني مثلا لمين بالضبط؟ خليني اقوله للالمانية، بعدين اجي واعيدها انجليزية، تمام؟ بالشكل هذا. طبعا الاولى والثالثة هدول علمنا عليهم دائما بالشكل هذا عشان اضمن انه الترجمة تكون صحيحة وما يصيرش اي نوع من الخلل. ماشي يا عم، ماشي يا عم التقيل. وبعديها يا جماعة بدي اجي واضلي نازل شوية. طبعا انا ما تلعبش باي حاجة، في عندي اللينكات، اول لينك ثالث لينك بالشكل هذا واخر لينك اعمل يوم صح، وبعد هيك الله يعطيك الف الف عافية، خلاص خلصنا كل اشي. اطلع لي يا صاحبي لفوق، تمام؟ بدي اجي واقول له ببلش بقلب قوي، تمام؟ طبعا الاداة لازم تشتغل معك، والدليل انه اشتغلت حتى لو انت ما فعلت الشادي، التاريخ ماله بين معك. طيب تمام، خلينا نتأكد. بدي اجي اقول له ترانزليت او رن كومبين، تشغيل المهمة، تمام؟ طبعا كل الدكتين حيديني مقال. لو انت عندك 20 قسم، يعني خلال الدكتين المفروض تكون كاتب 20 مقال، تمام؟ 20 مقال ب20 صورة مميزة. انت يا سيدي العزيز في عندك يعني محتوى احترافي. تخيل لما بدنا نظبط الارشفة، طبعا الارشفة تبعت الورد بريس راح تعاني منها نوعا ما، لكن الفايل مانجر لو انت ذكي في شوية فيه اكيد راح يعني تقدر تضبط اللي هو السايت ماب بشكل عام، تمام؟ حتقدر تظبط اهله، وحتقدر كمان تضيف الاد تكست من غد لو انت حابب تضيفه. لو انتوا لاحظتوا هي نشرني مقال زي ما انتوا شايفين اصدقائي، حتى لو انا اجيت دخلت على المدونة تبعتي، تمام؟ اداني عرض، طلع كم مقال عاد لي هو هو، لا والله يا سيسو اداني مقالين هيك قبل 53 ثانية قبل 22 ثانية، هذا مقال وهذا مقال تاني. تعال ندخل جوا المقال يمكن فيش فيه محتوى يابا. تعال تعال لو انتوا لاحظتوا يا جماعة، تمام؟ هل الرابط هذا الموجود شغال ولا لا؟ والله يا بسوس انت ونصيبك. طبعا اجيت ضغطت على الرابط يا جماعة، تمام؟ الملف الشخصي والله يا سيسو شغال 100%، معناته ألف الألف، تمام؟ أنا صار في عندي مدونة فيها محتوى. تعال في عندي هنا كلمة سورس لينك، اضغط عليها. وين وداني؟ وداني على فاينانس ياهو، تمام؟ اداني المصدر الاساسي للمقال، تمام؟ المقال ماله متأرشف يا جماعة وشغال 100%، زين؟ او اداني المصدر تبعه في النهاية. طيب ممتاز. هالوقت بدي اجي بكل بساطة على اول كومبينز، تمام؟ بدي اجي اقول له دبلي كيت واجي اعمل عملية تحديث بالشكل هذا، تمام؟ طبعا انا كم قسم في عندي، تركزوا يا جماعة عشان بدي اسرع في الشغل. في عندي 1 2 3 4 5 6 7، انا تو عملت واحد، تمام؟ منه بدي اعمل كمان واحد، هي 2، زين؟ هي كمان واحد، هي 3، زين؟ وهي سيدي العزيز 4، زين؟ وهي سيدي العزيز 5، وهي كمان السادس، زين؟ وهي سيدي العزيز كمان السابع. خليني اجي اعمل عملية تحديث بالشكل هذا. صار في عندي 7 اقسام، اعمل لي كمان واحد اسيسو، هي 8 اقسام بزيادة عشان هما 8 كلهم، تمام؟ اسف زودت واحد، مش مشكلة. المهم خليني ادخل على اي قسم في هدول، هيك كلهم مسودات لا تخاف. انا هيك خلصت القسم الاول، بدي اجي ادخل على القسم الثاني، تمام؟ عملت كوبي لمين؟ لكلمة ايديش كومبيوتينج، تمام؟ مباشرة بدي ابدل العنوان واسميه ايديش كومبيوتينج. طبعا اغلب الاضافات اللي انا عملتهم هان كل هيتهم نفس الاشي، نفس ما ضبطتهم بس في اول واحدة. هنا بدي اجي ابدل الكلمة هذه، تمام؟ لعند العلامة اللي انت شايفها هي لصق بالعنوان الجديد، وبدي اجي انسخ الرابط وادخل على مين؟ على الرابط واتأكد انه شغاله فيه محتوى ولا لا. لو انتوا لاحظتوا اصدقائي 11 يوم 27 28، المهم في مقالات ولا لا؟ والله يا سيسو معناته هات لي امين اهله الرابط الجديد وهات لي اياهن والصق لي اياهن. لصقناه، انسخ لي برضو الاسم تبع المهمة اللي هو اسم القسم، ونزل لي تحت نونة، تمام؟ بدل لي هادي، شايف هادي اللي هتو عملناها، اجيت وبدلتها ونزل لي تحت شوية، هيها كمان هنا ديجيتال ساينل بروسيسنج بدلتها. وبدي اجي ادخل على عمك بيكسل، تمام؟ ابدل او اختار لي صورة تكون موز وحلوة، هاي بحث زين صاحبي، فتش لي على صورة. والله صورة المستن بفتح النفس ابو السوس، دلع نفسك يابا، لا عيب
استغفر الله العظيم، اللهم إني صائم، هات لي هذه المزة، تعال يا عمو، أنت مسلمة مؤمنة. اجيت أخذت المزة، أخذت الصورة هذه يا جماعة، تمام؟ وبدي أجي أعملها أبلود من جهاز الحاسوب تبعي داخل البلوجر، تمام؟ عشان من جوجل بكون أخف الحمل ووزن، بديش أتقل على أمين أهلها للاستضافة من الآخر، أنا طمع نونة. طيب تمام، أخذت الرابط تبع الصورة زي ما أنتوا شايفين، تمام؟ الجي بي جي هي قاس، وجد دخلت هنا وبدي أستبدل الصورة القديمة هي HTTP لعند جي بي جي، ولصقت الصورة تبعتي. لو انت لاحظت بدلت العنوان زي ما اتفقنا، صار متناسق مع اسم القسم هان وهنا، هنا الصورة صارت متناسقة. بدي اجي هالوقت وانزل تحت بس اختار اسم القسم، تمام؟ هيو ايديش كومبيوتينج، تمام؟ واطلع لي فوق عيني واعمل لي عملية نشر لمين؟ للقسم تبعك سيسول جديد بالصلاة على النبي، تمام؟ طبعا اتأكد انك شغلت المهمة يفضل عشان تكون الدنيا تبعتك تمام، ما تضلكش طالع نازل طالع نازل طالع نازل تهبل سيسو في الاخر، تمام؟ خليني اجي اعمل تشغيل للمهمة، لو ما اشتغلتش يا رب سيسو تشتغل. والله انا قلب ابيض، والله يا جماعة قلب ابيض، انا عارف ان انا كتكوت مصمصم نونة بس قلب ابيض برضو. ماشي يا سيسو، ماشي يا سيسو. طيب ماشي، والله ما عارف كيف بدي اصوم في رمضان وانا عن غزة بحب الاكل وانا بشتغل، بس معلش معلش راح اتحمل الشهر هيك كده، يعني صحيا كمان الي مفيد ودينيا الي عشان ادخل الجنة، عشان اكسبها في كل الاحوال، اكل في الدنيا واكل في الجنة. يا رب الله يطعمنا اياها ويطعمها كمان الكو يلا. طيب المهم بدي اجي اشغل المهمة، تمام؟ وبدي اتاكد انه اشتغلت، انا عارف انه هيك هي شغالة بس احتياطي زين. اه والله يا سيسو، ايش يا سيسو، طمني طمني يا بسوس يا بسوس. اخ هذا هو اللي ما توقعتوش. فكركم يا جماعة بعد 10-13 سنة هتشتغل ولا لا يا سيسو؟ عندي النت زبالة للأمانة، بس ان شاء الله بتزبط، ان شاء الله بتزبط يا ابني. والله العظيم لو اتصلت على بيحيى بصلة لشغلها، مش عارف شمال الجهاز حسه معفن. طيب يلا اشتغلي، فكرك تشتغل يا جماعة، تمام؟ طولت كتير قصة يا ابني، اشتغل يا ابني يا ابني، بديش اعصب عليك يا ابني يا ابني، انت لسه ما جيتش الدنيا اساسا. اخ يا سيسو بس على فكرة خلل عندنا في النت، انا متأكد النت عندي شوية يانا يانا يا دنيتي انا. المهم اشتغلت المهمة وزبطت 100%، انا واثق يا جماعة، تمام؟ لا حتى اجيت على مين بالضبط اسيسو، اعمل لي عرض لأمين اهل هالمدونة، انا مش عارف ليش قفلتها اساسا، شكلها مش هتشتغل المهمة، انا عارف حظي المنيل. والله النت بموت والله، لو واحدة ابتلت لولدت زمان وخلصت. المهم هي حتشتغل المهمة، هي حتشتغل بس هي خجلانة منها شوي. خليني انسخ اسم القسم الثالث، تمام؟ بديش انا كامل، بدي اياه عند الهنا، تمام؟ عبل ما تشتغل على هي، اشتغلت هيها، تمام؟ حول لي مقال، متأكد ما دام اشتغلت الله يعطيه العافية. خلينا ادخل على قسم من تبعون مسودات، بتلاقي عليه مكتوب كلمة كوبي كوبي كوبي، هي ايديت، تمام؟ وبدي ابلش عن نفس النمط ونفس أمين اهله للسيستم زين. خليني اجي اقول له تبديل الاسم بالعنوان الجديد، اسمه امبودد سوفتوير. ماشي يا عم، خلينا نتأكد في للاسم هذا مقالات، طبعا انا افضل تسميها سوفتوير وخلاص، بكون احلى واحلى زين. اللي انت بدك اياه، انت حر في الشغلة هذه، لكن انا حابب كلمة سوفتوير لحالها، لانه كلمة سوفتوير اساسا هيك بتتعلق في البرمجيات والقصص هذه. انتظار المتصفح عندي بموت. يا حبيبي يا سيسو يا سيسو يا سيسو يا سيسو. ماشي انا عزميت. المهم
خليني اجي انزل تحت هنا نفس السيستم بالضبط يا جماعه. تمام، بدي اجي ابدل اللي انتم شايفينه. تمام، هي سيدي العزيز لصق بالشكل هذا. بدي اجي انسخ من اهله للعنوان، بدي اجي ادخل هنا واتاكد انه دنيتي تمام. طبعا انا شايف انه السوفت وير رح تكون افضل لانه كميه المقالات اللي فيها حتكون اكثر بكثير من كلمه امبودد. زين، فبدي اجي انا بدي امسح كل من الداتا هذه واخلي كلمه سوفت وير لحالها بس. زين، لانه حتلاقي كل دقيقه وساعه هي 11 ساعه، 4 ايام، 3 ايام، 3 ساعات، فهذا الرابط بكون افضل الي وعمره في حياته ما بيقف اي لصق. تمام، وبدي انزل تحت. تمام، تحت 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 تحت، اختار القسم تبع السوفت وير اللي هو الثالث، وبدي اطلع بعدين فوق 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 فوق. بدي انسخ العنوان هذا، او بدي اخذ العنوان اللي هنا كامل. تمام، هي كوبي، وبدي اجي الصقه بدل مين بالضبط؟ بدل سيد العزيز اللي هو ديجيتال ساينل بروسيسنج. تمام، هي لصق. وبدي اجي كمان، استنى في مشكلة انا في النسخي، دير بالك من اي خطأ، اي خطأ دير بالك منه. هي كوبي، وبدي اجي كمان الصقه هنا. زين، هي لصق. ويا سيدي العزيز رابط الصورة، طبعا بدي اجي ابحث عن كلمة سوفت وير، وينك بيكسل؟ طبعا هي بيكسل عندنا هنا. زين، لو انتو لاحظتوا هي لصق، وبدي اجي اقول له لو سمحت بحث يا ابني، بحث صفحة جديدة انا واثق. عندك كبشة صور يا صاحبي، تمام، فيك تختار اللي انت بدك اياهم منهم. تمام، طبعا انا بدي اجي اختار الصوره هذه، وبدي اجي اقول له داونلود، وبدي اجي كمان اقول له اغلاق بعد الداونلود. انا اسف اني حذفته بس مضطر، ايش اسوي؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم، ابقى قبلني لو حملت الصوره معك. هي الصوره يا جماعه اللي كنت فاتحها. يا رب هونها بس عليا. هي الداونلود، تمام، هنا حملتها. انا بعتذر عن الخطأ. بدي اجي هنا وبدي اقول له ابلود، وبدي اجي على اسم القسم اعمل له كوبي عشان اسميه بالشكل الصح اللي انا بدي اياه. تمام، اللي هو اسم القسم الحقيقي. زين يابا، طبعا بدي اجي اقول له لصق، وبدي اجي اقول له اضافة. عادي طبيعي انه ما يحفظش عشان هو ايش، هذه هي الصورة. تمام، هي لصق. طبعا انا المفروض اجي هنا وامسح اي نوع من الزيادات، واجي اقول له اضافة بالشكل هذا. تمام، وهيك انا بكون حملت الصورة بشكل طبيعي يا صاحبي العزيز. تمام، هي تحديد، وهيات موافق، وهينا يا سيدي العزيز ايش بدي اجي وبدي اظبط امين اهله للرابط انسخه، واجي اضيفه بدل ال HTTPS لعند الجي بي جي. هي تلصق، واطلع لي يابا لفوق، واضغط لي على كلمة ببلش. تمام، لو انت لاحظت اصدقائي عملت المهمة الثالثة بنجاح منقطع النظير. ماشي يا عم سيسو، ماشي يا سيسو. طبعا هيك على فكرة لو انا جيت حدثت هنا هتلاقي اكتر من نوعية من الصور، شوي شوي بتلاقي الصور راح تتبدل معي الكل. هي بدأ ينزل مقالات من الصور هذه، على فكرة هذا اسرع شكله. تمام، لو انت لاحظت اصدقائي الدنيا بدأت تظبط معي. المهم خليني اجي واشغل المهمة هذه، طبعا بدي اتأكد انه شغالة 100% عشان تبدأ تنشر لي مقالات. هيك بصير عندي ثلاث اقسام شغالين، ثلاث اقسام كنز. تخيل من هان لبكرة راح تلاقي كمية ضخمة من المقالات نازلة. طيب تمام، خليني اجي على اللي بعده يا سيسو. مين في عندي هات القسم هيكت، وخليني اجي ادخل على اسم قسم هنا اللي هو الانترنت الاشياء، واجي اقول له كوبي، وبدي اجي يا سيدي العزيز هنا وابدا اعدل. طبعا ما بديش انا اعمل في جوجل نيوز انترنت الاشياء، بدي اعمل بس كلمة انترنت لانه اقوى 1000 مليون مرة من كلمة انترنت الاشياء. يعني بدي اجي اخذ الرابط هذا لحاله، بدي اجي ادخل على نيوز، وبدي اجي اقول له بدل كلمة سوفت وير بدي كلمة انترنت، وهي تسيد العزيز بحث، وحيطلع لي كمية ضخمة
أو لا تعد ولا تحصى من المقالات. وبدي أجي أستبدأ رابط جوجل نيوز بالجديدة صاحبي، تمام، وبدي أجي أنسخ أمين أهله للعنوان، وبدي أنزل تحت نونا، طبعا بدي أبدل العنوان هذا هيات لصق، وبدي أجي كمان أبدل العنوان اللي أنت شايفه هيات كمان لصق، وبدي أنزل كمان سيدي العزيز أختار القسم اللي هو انترنت الأشياء. طبعا هيك أنا بكون خلصت نص الموقع جهزته. تخيل، تخيلي معي يا هانم، الله يهديك ويصلح بالك ويهدي سيسو كمان معك. ماشي يا سيسو، ماشي يا سيسو. خليني أبحث عن صورة بتتعلق في انترنت الأشياء. والله هذه ايد الموزة حلوة، هاتلي هذا بطلع أسكى. تمام، بدي أجي وأدخل على الداونلود. أيوة حملتها بالشكل هذا، حملت الصورة معي، بدي أحفظ القديم أو أحذفه، وبدي أجي أحمل الصورة على منصة بلوجر، وبدي أجي أقول له يابا أنا هذه هي الصورة اللي كنت بحلم فيها زمان، أقول له لصق، وأقول له موافق، وأقول له إضافة. زين صاحبي، أظن المهمة لحتى اللحظة سهلة 100%. تمام، هي أوكي. على فكرة قاعد بشتغل شغل نظيف وفانتاستيك يا جماعة. عارفين كلمة فانتاستيك إيش معناها؟ عارفين ولا لا؟ والله يا بسوس، يا كان زمان كنا بس اليوم لا، ما كناش لا. طيب ماشي، خليني اجي على ال HTTPS لعندي جي بي جي، وهي تسيد العزيز لصق، واطلع لي لفوق واعمل لي ببلش. طبعا هيك انا بكون بملك القسم الرابع، ما خدش معي نص دقيقة انشاؤه. تمام، بس ما علي هالوقت الا اقول له تشغيل وابدا بلش ضخ مقالات. هي تشغيل بالشكل هذا. تمام، طبعا خلص هيشتغل معي القسم الرابع. خليني اجهز للقسم الخامس، اسمه ماشين داتا ليرنينج. تمام ماشي، زين، يا رب يشتغل القسم الرابع ويهدي. هي يشتغل معنا، هي تاريخ بيان، اسم المقال بيان. لو انا اجيت على الموقع تبعي هنا، دخلت على الصفحة الرئيسية تبعتي، تمام، صار في عندي ثلاث انواع من الصور يا جماعة حاليا. تمام ممتاز، بدي اجي الوقت على الاوتوماتيك وادخل على قسم جديد عشان اعدله وانشئه. هي كوبي كوبي، خليني اعدل هذا القسم. تمام، طبعا بدي اعدله. زوينة زوين يا بوي، ماشي يا سيسو، ماشي يا كتكوت يا صغير يا مصمصم نونا. طبعا اجيت ضفت اسم اهله للقسم ونزلت، او اسف خليه بس قبل ما يحمل. يلا يا ابني، بدي اجي اعدل، بس عشان اسم القسم طويل بدي اجي اقول له بدل هذه الكلمة حط لي الكلمة الجديدة هذه، وبدلها كمان هنا حط لي الكلمة هذه بدلها، هي لصق. تمام، وبدي اطلع هالوقت اعلم على القسم. تمام، معلش انا بحاول بطرق تانية، بس كله بؤدي الى روما نفسها، المدينة هي. زين، بدي اجي اخذ كلمة داتا ساينس او سينست او ايش ما تكون، وبدي اجي يا ابن عمي يا حبيبي يا قلبي الصقها هون هون هون، هي لصق، واجي اقول له كوبي، واقول له يا جوجل نيوز بدل لي هذا في هذا، وتاكد لي في مقالات ولا لا قبل 12 ساعة، قبل 11 ساعة، قبل يومين، بعرض الله هات الرابط هذا. هي قص، واجيت ابن عمي ولصقته هنا. هالوقت بدي اجي بدي اخذ كلمة داتا ساينز او ماشين ليرنينج. تمام، هيات كوبي، وبدي اجي ادخل على عمك ابو فوزي بصلة. زين، وبدي اجي ابحث عن الكلمة اللي انت شايفها يا صاحبي العزيز، واختار لي صورة تكون صورة موز حلوة وزاكية ومصمصمة نونة. طبعا هو بتكلم عن انترنت الاشياء، هذه الصورة عجباني. تمام، بدي اجي اقول له ابلود. تمام، وبدي اجي احذف هذا، ونفس العملية هي. طبعا هي داونلود اضافة. تمام، وبدي اجي اقول له هنا لصق، وهنا اجي اقول له يا ابن عمي لو سمحت تحديد الكل، وهنا اوكي، وهنا بدي اجي اقول له يا سيدي العزيز قص، وبدي اجي هنا يا ابن عمي واستبدل ام من اهلها لمين لمين لمين
لل ما تضحكيش يا هانم كتير. ماشي يا سيسو، ماشي يا سيسو، هي لصق بدلنا الصورة وزبطناها، وهنا بدي اجي اقول له ببلش وخلصنا القسم هذا، هات لي القسم اللي بعده. تمام، ماشي ماشي يا عم. خلينا قبل ما يبحث سوى على مهل مهله، خلينا نجهز الصورة. تمام، كوميونيكيشنز ماشي يا عم. احلى حاجة الصورة هذه صح؟ تمام، هي موافق. بدي اجي ازيل هذا كل هيتو، بدي اجي يا جماعة ادخل هنا وبدي اجي اقول له ابلود. لا وقف، اغلطت يا عين اهلك. هيت اعيد تاني، اعدل اسم الصورة، هي لصق، واجي جيت اقول له اضافة وابلود. وبدي اجي اعمل عملية نسخ للصورة واخلص من اكبر هم في حياتي. هاي كوبي، اتأكد انه هذا شغال يا استاذي. طبعا انا سمي 20 ليرنينج. تمام، المفروض احنا خلصين فيه. هاي نشر مقالات طبيعي زين. خليني ادخل على اول ماشين من اول وجديد وابدأ اكمل شغلي عادي. دخلت على اول ماشين، بس خليني اعدل الصورة اول اشي لانه عملتها، وبعدين بضيف الاسم وبظبط الدنيا. والله تحميل الجهاز بشوف 100 الجهاز يا ابني. يلا معلش يا جماعة انا طولت شوية. المهم 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 يا ابني بالله عليك. يلا خلينا انزل لتحت شوية. تمام، بدي اختار اسم القسم تبعي اللي هو هيو هذا. تمام، بدي اجي بدي اعدل الصورة يا صاحب العزيز. طبعا هنا في عندي صورة زين، لو انتو ركزتوا اصدقائي هون 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 هي لصق. وفي عندي يا صاحب العزيز اسم القسم، طبعا هي كوبي. بدي اجي اعدله وين بالضبط، هنا هي لصق. وبدي اجي كمان اعدله هنا، هيت كمان لصق. وبدي اجي اطلع لفوق واعدل الاسم هذا، وبدي اجي اخذ كوميونيكيشن بروتوكولز اي كوبي، وبدي اجي الصقه هنا في جوجل نيوز. تمام، هي لصق. وبدي اجي اقول له نسخ، واتاكد انه امن اهلها للصفحه فيها مقالات ال 11 ساعة 2 نوفمبر 3 ابصر شو 4 ايام 3 ساعات 12 ساعة الدنيا ماشية لوز. تمام، هيات لصق. وبدي اجي اقول له ببلش بالشكل هذا وخلصت امين اهله للقسم الجديد هذا. طبعا يا جماعة الموضوع والله العظيم سهل، وعلى فكرة يعني اللي انت قاعد بتشتغله هذا مرة واحدة بس حتعمله، بعد هيك قصتك خالصة. تمام، هي بدي اعمل عملية تشغيل للمهمة، وبدي اطلع هان وانسخ اسم القسم الجديد اللي هو السكيورتي سيستم. بدي اجي ادخل على امن اهله للبكسل قبل ما تنزل الصورة هديك، اقول له لصق. وبدي ابحث عن صورة بتتعلق في الامان تبع كذا وكذا 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 وذاك وزيكا، اقول له داونلود، اقول له احذف لي هذا المجنون، اقول له ضيف لي الصورة من خلال منصة بلوجار. طبعا صار الشغل اسهل لانه صرت متمكن. تمام، حتجهز كل الاقسام، وهيت يا سيدي العزيز إضافة الصورة الأساسية، وهيت تحديد، وهيت يا سيدي العزيز كمان رابط الصورة أخدته زين، وهيت كوبي. وبدي أجي أدخل هان ناشر مقال يعطي العافية. خلينا أدخل على مهمة جديدة. تمام، هي كوبي كوبي، جيت دخلت على المهمة هذه. ومن المهمة هذه يا صديقي العزيز بدي أستنى قبل ما يفتح معي 100% زين، عشان انزل تحت واضيف اول حاجة اللي هي اصعب حاجة الصورة. طبعا اجيت هنا ضفت الصورة يا صاحبي، وبعد ما ضفت الصورة بدي اجي اخد اسم امين اهله للقسم كوبي، وابدأ اعدل البيانات بناء على اسم القسم الجديد. تمام، هي لصق، وهيت كمان الاسم التاني هذا زين، هيت كمان
لصق وبدي أنزل أحط القسم تبع القسم اللي هو Security System، وبدي أجي أطلع فوق جوجل نيوز. خلينا أتأكد إني نسخ اسم القسم. طبعا بدي أجي أسمي اسم المهمة تبعتي على نفس اسم القسم. زين، وهي جوجل نيوز اسم قسمه كذا 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 وكذا كذا كذا. وهنا بدي أجي أعمل عملية تحديث وأتأكد إنه أنا في السليم، وهي تقص وهي تلصق الجديد تمام، وهيك تكون الداتا عندي معدلة. ضايل آخر قسم بدي إياه أنا تمام. طبعا آخر قسم بتكلم عن الوير ليس، أحلى قسم في الدنيا هذا، اسمه زتونة. زين، خلصت من الأقسام أنا، بس بدي أعمل عملية تشغيل لهذا. وقبل ما يعمل تشغيله خليني اجي ابحث عن الصورة تبعت اخر قسم صاحب العزيز تمام، اللي هو ايش؟ ويرلس. خلينا ناخد هذه الصورة تمام. بدي اجي اقول له داونلود ناو، وبدي اجي هنا اقول له لو سمحت احذف، وبدي اجي اقول له هنا حمل لي الصورة اللي انا حبيتها بالصيف وهي جننتني بالشتي. هيت لصق وهيت اضافة تمام. طبعا على فكرة خلصت انا المهمة هالجيت تبعتي. هيت السيد العزيز اوكي. هيت كوبي، بدي اجي هالجيت هنا. طبعا هي ناشر مقال، ادخل على اول اوتوماتيك للاضافة تمام. في عندي تنتين، هاي واحدة ترش ما بدي اياها خيو، وبدي اجي ادخل على هادي تمام، وبدي اجي يا صديقي العزيز ابلش ابدل وعدل وظبط وهندس تمام. خليني ادخل على الصورة بالاول، اعدل الرابط تبع الصورة عشان دنيا تكون لوز اللوز اللوز، وما تسألنيش مين ام اللوز عشان عيب. ماشي يا سيسو، ماشي يا سيسو. خليني اجي على HTTPS، هنا بدلت رابط الصورة زي ما انتو شايفين، واجيت اخدت اسم الينهار ابيض ماشي، اخدت كلمة ويردس اجيت ضفتها وين ما تضيفها تمام، هنا ضفتها هنا، وطلعت فوق كمان ضفتها هنا، هاي لصق، ونزلت تحت عملت القسم تبع الويرلس، طلعت فوق نيوز واسم القسم هاي نيوز تمام. بدي اجي اقول له الاسم اللي هون ويغلس بالشكل هذا، هي كوبي. وهي السيد العزيز عشان ما نزعلش من بعض من هلا 5 سنين، لصق الجديد هي قص. قبل يستردي قبل 21 ساعة، 4 ايام، 14 ساعة، معناته سخن هذا، الكلمة هذه سخنة، هي لصق. وبدي اجي اقول له ببلش يا جماعه تمام. هنا عملت له عمليه ببلش. طبعا انا عملت 8 اقسام دائمين بنزلوا مقالات بكميات ضخمه، بركز على كلمه ضخمه، 8 مقالات يعني 16,000 مقال على الاقل خلال اسبوعين تمام. 16,000 مقال يعني قبول جوجل ادسنس لحوالي 100-200 حساب جوجل ادسنس، شكل موقع فخامه وحلو ومناسب، وكمان مصمصم نونا. تركز معي، طلع كيف شكل المقالات بدها تيجي تمام. احلى وبين موقع حقيقي عندك، لو دخلت على اي مقالة صاحبي حتلاقيه ايش دش برم نهايته المصدر زي ما انت شايف، يعني قبول جوجل ادسنس حيكون مضمون بنسبة عالية جدا. هاي القسم الاخير اشتغل. طبعا لو لاحظتوا اصدقائي في البوستس اول بوستس كم مقال صار عندي هالوقت، في عندي 25 مقال، في منهم 2 بندنج. بندنج يعني المقالات المنسوخة، نسخ لصق بعملها بندنج عشان انت تحذفها حذف نهائي. باجي بعمل له حذف نهائي، هي ترش تمام. صار في عندي 26 مقال حاليا، يعني في خلال حوالي الشرح هذا، مدة بس الشرح هذا يعني حوالي ساعة. تخيل عاد لو انت بدك تيجي تكتب كمية مقالات ضخمة، استنى من هلا بكرة بتلاقي عندك صاحبي حوالي زي حركة 200-300 مقال كل يوم، ويعني حتضمن قبول جوجل ادسنس بأسرع
وقت ممكن، لكن ضايل عندك عملية الأرشفة لهي المقالات. طبعا في حلقة مقبلة إن شاء الله بأشرح لكم إياها. طبعا أتمنى منكم الانتساب في القناة أصدقائي على أساس دعم قناة جود توينز، على أساس تستفيدوا من الفيديوهات المنتسبة وأفكار سي بي سي جوجل أدسنس، وأتمنى إنه الفيديو يعني يكون شرح مبسط وعملي. طبعا أي روابط أو أي أكواد أنا استخدمتها حتكون موجود في الوصف تبع الفيديو، تمام؟ حتكون للأسف موجودة في روابط إعلانية على أساس أنا كمان أستفيد. الله يعطيكم ألف ألف عافية أصدقائي، وكل التحيات، والسلام عليكم. Good luck.